فرانس 24 ومونتي كارلو الدولية تقدمان. تحية طيبة لكم أينما كنتم مشاهدي قناة فرانس 24 ومستمعي إذاعة مونتي كارلو والدولية، وأهلا بكم في الأسبوع الاقتصادي. الانكماش الاقتصادي قد يصيب ثلث اقتصادات العالم، تقول كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. انكماش قد تتجنبه الولايات المتحدة، تضيف جورجييفا. توقعات تأتي فيما تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي بأكثر مما كان متوقعا، وتحسنت المعنويات الاقتصادية في المنطقة في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وسط مزيد من التفاؤل في كافة قطاعات الاقتصاد. بيانات تبدو متفائلة، إلا أنها تخفي في طياتها حسب المراقبين تفاصيل تشير إلى أن الجزء الأكبر من التراجع جاء نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، فيما زادت جميع المكونات الرئيسية للتضخم الأساسي، مع توقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة في انتظار تأثير إعادة فتح الصين لاقتصادها على استراتيجية البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة. موضوع إذن نناقشه هنا في الأستوديو مع الدكتور محمد العلفي الخبير في الاقتصاد السياسي. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. نادر حداد الرئيس التنفيذي لأورو كوربوريت لإدارة الأصول، أهلا ومرحبا بك. دكتور حسن القطبي الأستاذ الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أهلا ومرحبا بك حسن. أبدأ معك حسن، ثلث الاقتصاد العالمي سينكمش، ما هو السبب برأيك حسب ما تقول المدير العام لصندوق النقد الدولي؟ نعم، يعني يعرف الجميع أن 2023 سوف تكون سنة صعبة على المستوى الاقتصادي بحكم أن الأزمة مركبة عن طريق العديد من العوامل. بالكاد كنا نخرج من أزمة الكوفيد، تداعيات السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدول خلال أزمة الكوفيد أدت إلى الجزء الأول من التضخم، ثم في مرحلة ثانية كذلك جاءت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وألهبت أسعار الطاقة العالمية، وهنا نتحدث عن تضخم طاقوي ربما في أوروبا كذلك، والسياسات التي اعتمدتها الصين بحكم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. يعرف الجميع أن لما تكون الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا في صحة جيدة والصين كذلك اقتصاديا في صحة جيدة يكون الاقتصاد العالمي في صحة جيدة، ولكن أي تعثر سواء في الصين أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية يرمي بانعكاساته على أغلب الاقتصادات العالمية. من هنا نتحدث عن أزمة اقتصادية مركبة بدأت من سياسات التيسير الكمي والضخ النقدي الكبير خلال أزمة كورونا. الجزء الأول من التضخم هو بسبب سياسة التيسير الكمي، ثم تحدثنا كذلك عن تضخم طاقوي بحكم أن هناك روسيا كذلك من أهم مصدري 40% من الغاز الأوروبي يأتي من روسيا، كذلك هو المنتج الثاني للنفط في العالم يعرف الجميع، ومن هنا تشكلت هذه الأزمة التي ربما لو نلاحظ من خلال مرآة تعكس الوجه الحقيقي الأزمة ما يجري في بريطانيا وربما نتحدث عليه، وتخوفات أوروبية أن تنتقل الحالة من بريطانيا نحو أوروبا. محمد الألفي، كريستالينا جورجييفا تقول إن الولايات المتحدة قد تتجنب الانكماش، لماذا برأيك؟ لأن الاقتصاد الأمريكي ربما أقوى، أو لأن الولايات المتحدة لديها استقلالية في مجال الطاقة عكس أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد؟ مديرة صندوق النقد الدولي كمان سبقوها دائما يأتوا يعني بتصريحات متأخرة بضع سنوات. سادة المختصين والخبراء توقعوا ما سيحدث حرفياً بنسبة كبيرة تصل إلى 98% منذ سنوات. الولايات المتحدة هي دولة حاكم لديها طاقة، تسيطر على الطاقة الداخلية، لديها إنتاج للطاقة، ليست تحت تأثير السوق العالمي أو ارتفاع أو انخفاض أسعار الطاقة إلا فيما يخص المخزونات فقط، وتستطيع أن تسيطر على الاحتياطي والمخزونات طبقا لتقارير معهد البترول الأمريكي الأخيرة. الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة داخليا استعادت كل الأموال الأمريكية التي في الخارج، والآن داخل الولايات المتحدة يحدث تباطؤ في الانكماش وتباطؤ في التضخم، بعد أن كنا نتحدث سابقا قبل هذه الإجراءات الأمريكية للفيد الأمريكي أنه الولايات المتحدة تتجه إلى ركود تضخمي، ولكن الولايات المتحدة ستتجه إلى تضخم أعلى وركود تضخمي أعلى في حالة إذا ما نجحت الدول الأخرى في أن تنتزع سيطرة الدولار على العالم. والتحركات الأمريكية الآن بلا منازع، أمريكا تسقط الاقتصاديات الأوروبية في فخ الصراع الأوكراني الروسي، تدعم تمول فقط، لا تشارك بقوات عسكرية كالسابق حتى لا ترتفع كلفة المشاركة، تورط الآخرين، هذا ما تفعله الولايات المتحدة، تمول جماعات شركاتها الأمنية المنتشرة عبر العالم،
تهدم اقتصاديات أخرى لكي تستمر هي على عرش العالم الذي لا تريد أن تتخلى عنه، ولن تتخلى عنه إلا بصدام مباشر مع قوى أخرى، لأن التفاهم مع الولايات المتحدة التي توحشت في إدارة العالم جعلها تضحي حتى بحلفائها الأوروبيين الذين تسيطر عليهم منذ مشروع مارشال وتسيطر على الدول الأوروبية واستحوذت على القرار السياسي والقرار السيادي للدول الأوروبية، ليس في بروكسل منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن القرار في واشنطن وبهذا الولايات المتحدة الآن في مأمن بعض الشيء، ولكن ربما تتغير الأمور في حال التغير الاستراتيجي. وفي انتظار ذلك خبر سار ربما بالنسبة لمنطقة اليورو، تراجع نسبة أو معدل التضخم نادر حداد في حدود 9.2% بعدما كان في حدود 10.1%. هذا التراجع هل يفسر فقط بتراجع أسعار الطاقة؟ التضخم يعني بقي في باقي أو مستمر في باقي القطاعات الأخرى؟ هو هناك تباين بين السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، خاصة إذا أخذنا النموذج الفرنسي، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت ردت الفعل من الفيدرالي الأمريكي جاءت متأخرة. كل المحللين في الفيدرالي الأمريكي كانوا يعتقدون أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية هو تضخم مؤقت، ولكن بعد أشهر استفاقوا أن هذا التضخم هو تضخم هيكلي، وهذا التضخم هو مثل ما ذكر الأستاذ هو تضخم مركب، لأنه هذا التضخم متأتي من القابلية والطفرة في المعروض النقدي، وهذا يرجع إلى عدة الأسباب، منها الهليكوبتر ماني، المساعدات الحكومية الأمريكية المباشرة وعمليات التيسير الكمي وعمليات شراء الأصول، كذلك في الأسواق المالية التي شهدت ارتفاعات تاريخية وقت كان المئات الآلاف في العالم يموتون في من جائحة كورونا. اليوم الرجوع إلى الأساسيات أو الرجوع إلى الفوندامنتلز، لأنه لا نستطيع اليوم مواجهة الأزمة الاقتصادية إلا إلا بأدوات مالية مثل الترفيع في نسبة الفائدة. شفنا اليوم جميع البنوك المركزية العالمية ترفع بأسعار الفائدة، وليس هذا هو الحل الأساسي، لأنه تقويض الاستهلاك لا ليس هو الحل الوحيد، يجب له رد فعل عكسي ربما على طبعا هناك الصوت. رد فعل عكسي طبعا، لأنه هذا سيتسبب في تراجع الاستثمار في العديد من البلدان، وكذلك البلدان تواجه هذه الأزمة بتباين. شفنا أنه المركزي الأوروبي محافظ أكثر من الفيدرالي الأمريكي، لأنه هناك تركيز في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على دعم الإنتاج، لأنه دعم الإنتاج هو سيصلح القواعد العرض والطلب عكس ما يقوم به الفيدرالي الأمريكي. اليوم أو يوم أمس كان هناك ردة فعل من الأسواق الأمريكية، كانت خاصة أسواق الأسهم، كانت S&P 500 نزل بقوة، لأنه تقرير التوظيف الأمريكي بلغ 235,000 وهو أكثر من المتوقع. اليوم السياسيون الأمريكيون والمنظرون في الاقتصاد يريدون أن يبقوا البطالة على هذا المستوى، 3.5%، وهذا غريب عكس البلدان، مثلا البلدان النامية مثل تونس ومصر والجزائر والمغرب الذين يطمحون لتوظيف الناس، لأنه هذا يخل بقواعد العرض والطلب وما تسمى بالويج برايس سبيرل، وهي دوامة الرفع في الأسعار في أسعار المواد بصفة عامة، والرفع كذلك في الأجور. هذا سيخلق حلقة مفرغة في الاقتصاد الأمريكي. صراحة لا أوافق السيدة مديرة صندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية ليست بمنأى عن هذا على هذا الانكماش على الانكماش طبعا على هذا الانكماش، لأنه تقنيا الولايات المتحدة الأمريكية انكمش اقتصادها فعلا، ولكن على المستوى العملي هناك تباين. اليوم
هناك توظيف يعني هناك بطالة ب 3.5%، ولكن في المقابل هناك انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية، يعني أنه فعلا الأسواق متخوفة من الانكماش في الاقتصاد الأمريكي. المستثمرون يبيعون السندات قصيرة الأجل ويتحوطون بسندات طويلة الأجل، وهذا لأنه المستثمرون والمتداولون في السوق ليس لديهم ثقة في المستقبل القريب في الاقتصاد الأمريكي، لأنهم يعتقدون أن الفيدرالي الأمريكي متفائلة أكثر من أكثر من الواقع. نعم، لأنه كذلك الفيدرالي الأمريكي خالد يعني يعتبر الاقتصاديون أن هناك تقاعس من السيد جيروم باول، كان هناك تأخر في ردة الفعل، وهذا التأخر في ردة الفعل هذا اليوم ما نعيشه. مثلا إذا نلاحظ في بلدان يعني البلدان النامية، بلدان مثل تونس ومصر وغانا والأردن، العائد على السندات هذه الدول ارتفع، ومخاطر التخلف على سداد الدين السيادي أصبحت جد عالية، وشفنا أنه كل هذه البلدان اتجهت للمساعدات من صندوق النقد الدولي، وهذا راجع طبعا إلى الانفليشن أو الارتفاع سعر المواد الأولية. وشفنا حتى أنه غانا كانت أول الخاسرين وهي التي تخلفت عن سداد الدين. وسنتحدث عن هذه الدول وعن علاقتها أيضا باليورو وبالدولار، لكن قبل ذلك حسن، البنك المركزي الأوروبي رفع بشكل تدريجي وبشكل سريع نسب الفائدة، كما عمل ذلك أيضا حتى الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي أكثر تشدد، وحتى البنك البريطاني والبنك الياباني. هل هذا الرفع في أسعار الفائدة سيفيد الاقتصاد الأوروبي أم في نهاية المطاف ربما قد يقود الاقتصاد وبالتالي تراجع الاستثمارات داخل منطقة اليورو؟ نعم، هو عندما نتحدث عن التضخم نتحدث عن أدوات معالجة التضخم، من بين هذه الأدوات هو الترفيع في سعر الفائدة المديرية، يعني الانستريمون مونيتير كما تعرف العلوم الاقتصادية. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوسيديو لآخر 22 تحدث أن الدول التي أخذت سياسات نقدية متشددة قد تخرج من مسألة التضخم. هناك توقعات خلال هذه السنة بحكم السياسات المتشددة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل نسبة التضخم ممكن في حدود 3-4%. توقعات أوروبا، لأن أوروبا سياسات لم تكن متشددة من المركز الأوروبي كما حصل من الفيدرالي الأمريكي، بحدود 5% في أوروبا، بين 5-6%، يعني هناك انخفاض من 10% إلى 5-6% في أوروبا. ولكن بالنسبة يعني نسبة الفائدة المديرية، أعتقد أن في وقت من الأوقات سوف نصل إلى ما يعرف بالسيديفيسيونس، أنه بما معناه أن كلما يعني زدنا في الترفيع لن تكون هناك النتائج المنتظرة، لأن وصلنا إلى الحد الأقصى وربما يواصل التضخم أو يقف التضخم في ذلك المستوى. سيواصل الأوروبي إذن سيواصل هذه السياسة في سياسة رفع أسعار الفائدة برأيك؟ أنا في تقديري كلما سوف يذهب الفيدرالي الأمريكي في سعر في رفع سياسة الفائدة سوف يتبعه هذا، ما تعرف لماذا حتى لا يفقد اليورو قيمته مقابل الدولار. هناك تخوف كذلك من المركز الأوروبي على قيمة اليورو مقابلة بالدولار، ورأينا الدولار تقريبا تساوى مع اليورو خلال سنة 2022 كسابقة منذ أحداث العملة الأوروبية الموحدة. أعود بالنسبة لسعر الفائدة أنه ليس هو الحل الوحيد. الحل الحقيقي اليوم لمجابهة التضخم هو ما ذهب إليه حقيقة ستيغليس، هو التفكير في قانون العرض والطلب والعمل على إعادة عجلة الإنتاج بالمستوى الذي كانت عليه ما قبل أزمة كورونا. بدون تساوي بين العرض والطلب لن تنخفض الأسعار، ولهيب الأسعار سوف يرتفع في السنة القادمة، والدول التي سوف تكون أزمتها عميقة أكثر ليست أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه الدول تطبع العملة عملتها قوية وتشتري ما تريد من الأسواق، هي الدول الضعيفة. ورأينا كيف كلما ذهب الفيدرال الأمريكي في رفع الفائدة هناك دول قيمتها قيمة عملتها المحلية تهاوت، ومواطنيها سوف يفقدون في القدرة الشرائية وسوف تتعمق أزمتهم، وحتى الصندوق النقد الدولي لا يأخذ هذا بعين الاعتبار ويطالب بإصلاحات جوهرية وعميقة في الاقتصاديات. سوف تحدث خلل اجتماعي في العديد من الدول وتقيضهم بهذا من خلال القروض. لذلك نعتقد أن توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نوعا ما، ولكن كذلك دعنا نقول أن الرفع في مستويات الفائدة سوف يخلق بطالة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، رأيناها في آخر السنة بالآلاف صرحوا سواء من شركات فيسبوك تويتر عدد الشركات الكبرى كانت هناك تصريحات لأن نسق الاستثمار
سوف يقع جمحه، سوف يقف الاستثمار بحكم أن المستثمرين لديهم اليوم نسب عالية ولن يخاطروا باستثمارات، لن يخلقوا موارد شغل. من هنا التحدث حتى على البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه السنة، أنا في تقديري الشخصي سوف تكون هناك نسب بطالة مهمة بحكم نسب الفائدة العالية. نعم محمد، بالحديث عن هذه عن معدلات الفائدة، عندما يرفع البنك المركزي الأوروبي مثلا معدلات الفائدة تتبعه الدول خاصة المغاربية يعني المرتبطة ارتباط وثيق بالاتحاد الأوروبي، وعندما يرفع أيضا الفيدرالي الأمريكي تتبعه الدول الخليجية التي يعني تتداول بالدولار، إلى أي حد ستتأثر هذه الدول بسياسات النقدية داخل الاتحاد الأوروبي وأيضا في الولايات المتحدة؟ هي الدول اللي لديها عوائد يعني زي الدول الخليجية كمثال لديها عوائد دائمة، تدفقات نقدية دائمة نتيجة أنها تملك الطاقة، والطاقة هي احتياطات نقدية كبيرة، تأثرها سيكون ضعيفا. أما الدول التي ستتأثر هي الدول التي لديها عوائد ضعيفة، يعني زي الدول في شمال إفريقيا عوائدها ضعيفة ستتأثر بشكل كبير، وهناك محاولات في دول شمال إفريقيا لتحرير سعر العملة، ولكن التخوف دائما من حالة الغضب الشعبي على هذه، لأنه ستسبب في رفع الأسعار الداخلية بشكل كبير، وحزم المساعدات الاجتماعية لن تتمكن موازنات هذه الدول من تقديم حزم مساعدات كبيرة. على الجانب الآخر داخل المركزي الأوروبي لما بيتبع سياسات الفيدرالي الأمريكي هو بيتبعها كنوع من التبعية السياسية قبل أن تكون تبعية اقتصادية، تخوفا من الدخول في صدام مع الولايات المتحدة، ده التخوف الأكبر، الدخول في صدام مع الولايات المتحدة. لكن حتى تحسن النسبي داخل الولايات المتحدة هو تحسن وقتي، ولكن ستعود الولايات المتحدة إلى انكماش أكبر وركود تضخمي هي ذاهبة إليه لا محالة. بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي هي دول لا تملك الطاقة، هناك أعطيك نموذج، يعني أكثر من 16500 مصنع داخل ألمانيا، وألمانيا بدون الصناعة لا تساوي شيء، مرشحة للإغلاق، وبالتالي إغلاق وجزء منها سيخرج إلى مناطق دول تملك الطاقة. ده جزء بس نموذج إشارة إلى هذا الأمر، حلقة 16500 مصنع من المصانع المتوسطة وصغيرة ومتوسطة وكبرى، ولكن هي ترس في عجلة إنتاج الصناعة الألمانية. احنا شفنا برونو لومير بيجتمع منذ أسبوع، بيجتمع بمن؟ بأصحاب المخابز آخر اجتماعات، الفواتير الطاقة ارتفعت عليهم، بأصحاب الشركات، بأصحاب المصانع. إذن نحن في أزمة حقيقية، لا يوجد بديل حتى الآن، حتى وإن تراجعت أسعار الطاقة يعني ترتفع الفاتورة سواء لدى الأسر أو لدى الشركات. كيف نفسر هذا في أوروبا، خاصة في أوروبا؟ الآن جميع الدول لا تجد حل إلا أن تضع يدها في جيب المواطن ثم تطالبه بالصبر، ثم تقدم له حزم لا تتجاوز 20% من الأرباح التي تحصل عليها الحكومات. الحكومات الآن تتلاعب بالمواطنين بشكل كبير في العالم كله، تحصل منه على ما يعادل 100% ثم تعطيه حزمة اجتماعية 20%، وبالتالي الصدام ما بين الحكومات والشعوب قادم داخل الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي بسبب هذه السياسات التي تفقد المواطن في النهاية القدرة الشرائية، والتضخم يفقد قدرته الشرائية لتهاوي قيمة العملة. احنا بنشوف داخل الاتحاد الأوروبي ارتفاع الأسعار بشكل كبير، يعني ارتفاع الطاقة، ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وما هو قادم أعلى، وما هو قادم أعلى من ذلك. للأسف الشديد لا أحد ينظر إلى أين يذهب. دول الاتحاد الأوروبي أطلقت النار على أقدامها 3 مرات بسبب السياسات الخاطئة. سنضطر في النهاية، احنا شفنا بريطانيا إلى أين ذهبت، بريطانيا إلى أين ذهبت، شفنا المظاهرات في الشارع في باريس، شفناها في 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 ألمانيا، الكل يطالب الآن وفي إيطاليا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بالخروج من الناتو، والعودة إلى العملة الوطنية القديمة بالمسمى القديم. لماذا كل هذا؟ بسبب فشل السياسات التي أدت إلى تهاوي الدول. الآن حجم القمامة داخل العاصمة الإيطالية روما وأمام كبرى المنشآت السياحية لا يستطيعوا رفعها بسبب سوء الأحوال المالية،
ورغم ان ايطاليا حصلت على 200 مليار يورو او بتحصل على شرائح من المركز الاوروبي، وللاسف الشكل العام غير جيد والمستقبل لا يبشر بشكل نعم. وفي انتظار ذلك اسعار الغاز الطبيعي تتراجع بنحو 10% في الولايات المتحده الامريكيه. حسنا، هل هذا تراجع وبالتالي قد يساعد دول منطقه اليورو بما انها تستورد الغاز؟ نعم، انا فقط اريد ان اقف على مساله الكهرباء. حقيقه هنا في فرنسا واحتجاجات المخابز ويتبعها احتجاجات اصحاب المطاعم، لانه في فرنسا مصدر الكهرباء يعرف الجميع 65% من الطاقه النوويه، 20% من الطاقه الهوائيه، و 15% فقط من الهيدروكربونيات. ولكن عندما ذهبت فرنسا في تحرير السوق لم يصبح هناك مونوبول فقط، حرروا السوق، أصبحت عديد من الشركات على غرار EDF وشركات أخرى هي من تبيع الكهرباء للمواطن. من هنا دخلوا إلى السوق الحرة والتنافسية وأصبحت الأسعار، بالرغم أن مصادر الطاقة في فرنسا يعرف الجميع أن ليست فحم الحجري أو الغاز، هي مصادر أخرى، ولكن بحكم أن في 2016 قانون 2016 عفوا فتح التنافسية، ويعني لم نعد في إطار الشركة الواحدة، الشركة الوطنية التي كانت EDF، بل العديد من الشركات الخاصة دخلوا في تنافسية وسعر السوق، ومن هنا ارتفعت أسعار الطاقة. وهذا حقيقة ما لا يفهم في فرنسا، غير مفهوم، لأننا لدينا 65% طاقة نووية، 20% طاقة هوائية، 15% فقط، فما بالك بالدول الأخرى. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تخفيض 10%، تبقى الدول التي سوف تستورد من الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا تخوفات الأوروبيين، تخوفات ماكرون الذي قبل أن يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان التقى رجال أعمال الأوروبيين وليس الفرنسيين فقط، لأنه يفكر اليوم أو يخاف من أن تهاجر الاستثمارات الأوروبية سواء إلى السوق الأمريكية بحكم أن لديهم أو الأسيوية لديهم نعم، أو حتى الأسيوية بحكم أن لديهم أول شيء سعر الطاقة أقل 4 مرات من أوروبا، وكذلك لديهم قانون مجابة التضخم الأمريكي الذي يعطي 470 مليار دولار دعم للشركات ربما يريدون الاستفادة منه. أكيد هناك من سوف يفكر الذهاب إلى أماكن أخرى تكون فيها أسعار الطاقة مناسبة أقل سعر، لأن أي مستثمر أجنبي عندما يريد تفكير للذهاب إلى أي وجهة أول معطى يسأل عليه هو سعر كيلووات الكهرباء في ذلك البلد. والصين تعيد فتح اقتصادها بعد هذه الأزمة، أزمة كوفيد. نادر، هل برأيك سيؤدي هذا بداية إلى تزايد الطلب وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة بما أنها أكبر مستهلك للطاقة في العالم؟ وثانيا، هل سيؤدي أيضا إلى إرباك هذه السياسات النقدية داخل المركزي الأوروبي وأيضا الفيدرالي الأمريكي؟ وشفنا أنه آخر سنة كانت هناك تغيرات جد كبيرة، هناك المملكة العربية والسعودية والصين، هناك حلف اليوم جد كبير، وكأنه المملكة العربية السعودية تريد أن تغير من الحلفاء التقليديين وعدم الاعتراف بأحادية القطبية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا أنه المملكة العربية السعودية لم ترضخ إلى ضغوط الرئيس الأمريكي بايدن والطلب في رفع سعر، يعني رفع الإنتاج للنفط الذي يعني بواقع مليوني برميل يوميا. نعم، وهذا سيضغط على سعر النفط، وهذا بالتالي سيؤثر على التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم صراحة هناك وضع عالمي جد مختلف على قبل أزمة كورونا، هناك تغيرات جيوستراتيجية جد مهمة، ولي العهد السعودي اليوم يتجه إلى بناء شراكة مع الصين، لأنه هناك اعتقاد أنه كذلك أن الصين قوة اقتصادية حتى إن لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بذلك. لذلك أعتقد أن هذا أزمة النفط اليوم لن تحل إلا برجوع إيران في السوق ورفع الحظر، وهذا لا أعتقد أنه يعني هذا الشيء متاح على الأقل في على المدى المتوسط والقريب، لأنه إيران مرفوضة اليوم دوليا لعدة اعتبارات، منها اعتبارات سياسية ومنها اعتبارات اقتصادية. بالنسبة لرجوع الصين وفتح الصين اقتصادها، شفنا أنه كذلك رجوع الكوفيد في الصين جد
كبير، شفنا الصحف العالمية الفاينانشال تايمز ونيويورك تايمز يتحدثون أن الصين اليوم تخفي الحقائق على الموتى بالمتضررين من خلال الكوفيد وانتشار الكوفيد. لذلك على حد هذه اللحظة أو الأشهر الأولى من هذه السنة لا أعتقد أن سعر النفط سيكون يعني سيكون جد مرتفع، إلا في حالة يعني أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستأخذ منعرج آخر، إما باستعمال السلاح النووي أو ستنتهي هذه الحرب ثم المرور إلى المفاوضات. كل هذين الأمرين يعني يتعلق فيهم السعر النفط اليوم. نعم محمد الألفي، إذن الاقتصاد الصيني تمت إعادة فتحه من جديد، هل هذه الإعادة إعادة الفتح ستربك من جديد حسابات كريستالينا جورجييفا، وبالتالي ستعيد النظر في هذه التوقعات المتفائلة خاصة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟ الحقيقة اسمح لي، أنا كما كنت أعتبر أن ماريو دراجي غير موجود، شخص غير موجود هولامي، كريستينا جورجييفا أيضا شخصية هولامية فقط هي موجودة على مقعد المنصب. أنا قلت سابقا في برامج متعددة ولسنوات أن ماريو دراجي رجل لا يصلح، وأثبت فشله في بسياساته داخل الاتحاد الأوروبي وعزل من رئاسة الحكومة بعد 6 أشهر. بالنسبة للسياسات الصينية، السياسات الصينية سياسات جيدة وتسيطر على الوضع الداخلي بشكل كبير، لكن خلينا أقول لحضرتك يعني إحنا اليوم أحد أسباب دخول روسيا، أنا معك في موضوع الصين بس إشارة، أحد أسباب دخول روسيا لأوكرانيا هو وجود 27 مختبر ينتج ميكروبات بيولوجية داخل أوكرانيا، أحد الأسباب الهامة، ده غير موضوع غير أسباب 2014. حول الصين، أمريكا تملك 200 مختبر بيولوجي حول العالم تنتج ميكروبات حول العالم، حول الصين 55 مختبر لإنتاج للحرب البيولوجية، أيضا الولايات المتحدة تريد أن تعمل مع من يدخلون معها في مسألة الصراع السياسي والاقتصادي والسيطرة على العالم في حروب دون أن تدفع خسائر في الأرواح، حروب بالوكالة، شركات أمنية، مختبرات تقوم بالعمل اللازم، هذا أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار. حروب الجيل الخامس، حروب الجيل الخامس أيضا، مسألة المناخ المتعثر بشكل كبير، يعني هل من المعقول أن درجة حرارة في دولة ما 10 درجات ثم بعد عدة ساعات إلى ناقص 2 يعني تنخفض بهذا الشكل؟ أعتقد أنه مجموعة أبحاث هارب تقوم بأعمال غير جيدة أيضا للمناخ في العالم لإحداث تغييرات ولإخضاع دول كبرى في العالم على القبول بالتشكيلة الجديدة للعالم وبالشكل الجديد، ولكن أيضا لا المختبرات ستجبر الصين كما لم تجبر روسيا، ولا ما يحدثه مشروع هرب من اضطرابات في المناخ سيربك، ولا التفجيرات في قاع البحار والمحيطات التي تصنع تسونامي ستجبر أحد. الصين الآن صحيح في أزمة ولكنها عائدة بشكل كبير، لكن خلينا أقول لك تخوفاتي أيضا في موضوع الطاقة. الطاقة في نقطة قالها الدكتور نادر، هو مسألة مرتبطة الآن بموضوع الصراع الروسي الأوكراني وأيضا موضوع الصين تايوان. الصين لن تتنازل عن تايوان نهائيا، ولن تتوقف عن إنشاء الجزر الصناعية في بحر الصين الجنوبي، والأمر سيذهب للتصعيد في أوكرانيا وفي أوكرانيا، وأسعار الطاقة سترتفع إلى ما فوق $120 و$130، وهنا الكارثة لدول الاتحاد الأوروبي والدول التي تستورد الطاقة، وسيزيد الطين بلة موضوع تايوان الصين، لأن أمريكا تتلعب هناك بشكل كبير. والنقطة اللي ذكرها الدكتور نادر هي مسألة عودة إيران. إيران فعلا الآن حتى لو دخلت دكتور نادر زي ما حضرتك تفضلت لن تحدث أي تغيير بشكل كبير، لأن قدرتها حتى على المشاركة في السوق تستطيع بحدود 4 ملايين برميل يوميا، هذا في طاقتها القصوى، لكن بالفعل. هي لما كانت عادت المرة الأخرى لما رفعوا عنها جزء من العقوبات، حضرتك لم تنتج أكثر من 1,300,000 برميل، لأن قطاع الطاقة عندها يحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير في حدود $30 مليار، وهذا لن يحدث بين عشية واضحة. وكذلك فنزويلا، أربط مع أخي محمد، فنزويلا رأينا ماكرون يصافح مادورو في آخر لقاء، يعني حتى فنزويلا هناك إمكانية عودها
في أي لحظة، ولكن التخوف بالنسبة لأسعار الطاقة وأسعار البترول هو ماذا لو ذهبت روسيا في توقيف الإنتاج بالكامل، وماذا لو تعاقدت الأمور في الصين، لأن كل الأمور اليوم الاقتصادية مربوطة بالعملية العسكرية. وحتى ماكرون مباشرة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية قال بصريح العبارة، قال سوف نسعى لبناء الأمن الأوروبي بما يأخذ بعين الاعتبار الضمانات الأمنية التي تطلبها موسكو، لأن يعني بدون ضمانات أمنية وبدون إيقاف الحرب أوروبا في مأزق حقيقي، قبل روسيا قبل الصين قبل حتى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر اقتصاد مهدد اليوم هو الاقتصاد الأوروبي، بحكم أن أوروبا تستورد أكبر كميات في العالم من النفط ولتنتج تقريبا كميات قليلة وقليلة جدا سواء الغاز أو النفط، لذلك أوروبا في ورطة. ماكرون أخذ بعين الاعتبار، عاد مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية قال نريد إطلاق الحوار مع روسيا ولكن بأخذ الضمانات الأمنية، لأنه بدون التفكير في الضمانات الأمنية التي كانت تطلبها الولايات المتحدة كانت تطلبها روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية قبل هذه الانطلاق، أعتقد أن العملية العسكرية لن تتوقف وسوف ندخل في سنة 2023 حتى ممكن كما تفضل نادر الذهاب في ضربة ممكن تكتيكية روسية بحكم ما يجري وتصاعد العنف، وكل الخبراء العسكريين خالد يقولون أن في مفتتح هذه السنة روسيا سوف تعلي من وتيرة العملية العسكرية، وهذا هو التخوف حقيقة. وهذا التخوف يؤدي بنا إلى الحديث عن أيضا تخوفات فيما يتعلق بأسعار الغذاء في باقي دول العالم. اليوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تقول إن الأسعار ارتفعت بواقع 14.3% مقارنة بعام 2021، هو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات عام 1990 في حال استمرت هذه الحرب. هل يعني التأثير سيكون كبير خاصة لدى الدول التي تعتمد على استيراد الحبوب بشكل كبير، وبالتالي يعني مظاهرات اجتماعية في هذا النوع من الدول؟ ستكلم عن تونس لأنه تونس الجزائر المغرب يعني كلها دول خاصة مصر أيضا لبنان دول تستورد لأنه الوضع تقريب متشابه، وإن اختلفت بعض التفاصيل بين مثلا تونس والمغرب التي تشهد ارتفاع جد كبير في التضخم، ولكن التعامل مع هذا التضخم تونس لا تتعامل مع التضخم مثل المغرب، وهذا يرجع لاعتبارات قد نعلمها واعتبارات أخرى قد نعلمها. اليوم مثلا سعر الفائدة في تونس قد يعني فات 8%، بينما في المغرب 2.5% يعني 250 نقطة أساس. المغرب لم ترفع من سعر الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008 إلا مرتين، مرة شهر نوفمبر 22 ومرة شهر ديسمبر 22، وهذا يرجع إلى ضغط شعبي داخلي. بالنسبة للموضوع التضخم في مثلا أتكلم عن تونس، وهي تقريبا يعني تمثل نفس المجموعة حتى بالنسبة لصندوق النقد الدولي، مجموعة الأردن ولبنان كذلك. اليوم الغلاء المعيشي أصبح لا يطاق، لأنه هناك واقع جديد قد فرض على الناس، وهناك ارتباك من الحكومة والدولة. الدولة لا تحت مطرقة التضخم يعني وتحت الهيجان الشعبي، وكذلك تحت ضغوطات صندوق النقد الدولي الذي يحث هذه البلدان على خفض الدعم ومراجعة منظومة الدعم التي كانت تحافظ نوعا ما على الطبقة الوسطى. لذلك اليوم نلاحظ أن هناك في تونس تقريب هناك تعثر في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وكل واحد يفسر بطريقته. هناك من يقول لأن الميزانية لم يصادق عليها، وهناك يعني شفنا أنه غانا يعني بعد 4 أيام من حصولها على الدعم من صندوق النقد الدولي قد تخلفت عن سداد الدين السيادي. بينما مثلا إذا نلاحظ أن مصر رغم تواصل مصر مع اتفاق ل 3 مليار دولار، وهذا ما أتاح لمصر 14 مليار دولار من الدول الخليجية الشقيقة، هناك يعني
هناك استمرار في عملية في عملية الدعم الغذائي في مصر. هناك مشاريع لاستصلاح الأراضي الزراعية في مصر. لذلك كما قلت المشكلة هي نفسها، ولكن الدول تتعامل مع هذه المشكلة بطرق مختلفة. حسن، في دقيقة تقول أمينة بالقندوز، هل سيكون لهذه الحرب إن استمرت تأثير اجتماعي كبير على هذه الدول التي تستورد الطاقة وتستورد أيضا حتى المواد الأساسية الغذائية؟ بطبيعة الحال في ظل ارتفاع سعر الدولار واستمرار الحرب سوف تكون المسألة حقيقة مكلفة حتى مستوى الاجتماعي، وقد نشط اضطرابات اجتماعية. أنا في نص دقيقة أخيرة حقيقة في المستوى الأمن والغذاء، أعتقد أن التفكير ومن مسؤولية ما يقع للاجئين في الشمال السوري في هذا الشتاء، ونشاهد مشاهد قاسية وقاسية جدا لا يمكن أن أمر عليها. أعتقد أن يجب أن تكون هناك وقفة خاصة من الدول العربية لهؤلاء اللاجئين في الخيام في هذا الشتاء بدون أكل بدون تدفئة. الأمور صعبة وصعبة جدا، يجب النظرة إلى اللاجئين في الشمال السوري، خاصة أن صناديق السيادية الخليجية يعني أصبحت هناك تخمة بعد ارتفاع سعر النفط. محمد، كلمة الختام لك محمد. في نقطة يجب أن نذكرها، أنه حجم التوترات في العالم والمشاكل الاقتصادية أدت إلى زيادة حجم الإنفاق العسكري إلى حجم إنفاق مهول رغم ظروف الدول. وبالتالي مسألة الإنفاق العسكري لتخوف الدول وتريد أن تتحوط أمنيا رغم ارتباك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل هذه الدول، وهذا يؤشر لأن كل من يقومون بدراسات تقدير موقف داخل المؤسسات العسكرية في هذه الدول يعتقدون بجدية أن هناك مواجهات قادمة. شكرا جزيلا لك محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي. شكرا موصول لك أيضا حسن القبيل أستاذ الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، ولك أيضا نادر حداد الرئيس التنفيذي لأول كوربوريت لإدارة الأصول. وشكرا موصول لكم أيضا كل من أمينة بالقندوز وأماني سمارة وباقي الزملاء في الغرفة التقنية، ولكم مشاهدي قناة فرانس 24 ومستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية على متابعة هذه الحلقة من الأسبوع الاقتصادي. ترقبوا حلقة جديدة موضوع جديد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.